حياكم الله مشاهدينا. سلمت الأمانة العامة الجائزة خليفة الدولية للنخيل التمر والابتكار الزراعي بشكل رسمي مجمع تمور الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد تأهيله وتشغيله من جديد باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية إلى محافظة الوادي الجديد لبدء التشغيل التجريبي للمجمع. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. مساء النور والسرور، حياك الله معنا. أهلا وسهلا. الله يحفظك. يا مرحبا. بداية يعني ما شاء الله سلمت الأسبوع الماضي الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مجمع تمور الوادي الجديد في جمهورية مصر العربية. حدثنا عن هذا المجمع وتفاصيله الاقتصادية. نعم سيدي، لقد فعلا قامت الامانه العامه لجائزه خليفه الدوليه لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الاسبوع الماضي وبشكل رسمي قامت بتسليم مجمع تمور الوادي الجديد في محافظه الوادي جمهوريه مصر العربيه. نعم. والذي طبعا قامت بتاهيله وتشغيله بناء على توجيهات ومكرمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. نعم. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر في جمهورية مصر العربية. نعم. وقد تم تجديد المجمع باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية. لقد لو سمحتوا لي نقول انه تم اختيار هذه المحافظه لتنفيذ هذا المشروع لانه يصل تعداد النخيل بالواحات البحريه الى 2.2 مليون نخله، تمثل 15% من تعداد النخيل في مصر، وتنتج سنويا ما يناهز 120 الف طن. لو سمحتوا لي، محافظة الوادي الجديد بمجرد ما تم تسليمها المصنع من طرف الجائزة، نعم، قامت مباشرة بتكليف شركة نفوعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، نعم، لإدارة هذا المشروع، وذلك كما تعلمون لما تتمتع به هذه الشركة شركة نفوعة من سمعة دولية في تصنيع وتصنيف الأمور الإماراتية. نعم. دكتور، خلينا نتكلم عن دور الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتنمية قطاع نخيل التمر بجمهورية مصر العربية. بالفعل حرصت الأمانة، نعم، العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومنذ تأسيسها عام 2007 على ترجمة رؤية القيادة الرسمية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم وتطوير قطاع النخيل على المستوى الوطني على المستوى العربي والدولي. نعم. وبناء على ذلك كما سبق الذكر بمكرمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فقد عملت الأمانة العامة للجائزة على تنفيذ هذه الرؤية، وذلك عبر دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر في جمهورية مصر، نعم، العربية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة المصرية، تنسيق كامل مع سفارة الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، نعم، خلال 5 سنوات متواصلة. نعم. لو الوقت يسمح حظا أذكر بعض الإنجازات اللي حققتها الجائزة خلال 5 سنوات الماضية. تفضل. أهلاً. أولاً تم تنظيم 5 مهرجانات دولية للتمور المصرية من 2015 إلى 2019. من كل مزارع يحصل على شهادة الزراعة العضوية. شهادة إيكوسيت الزراعة العضوية من المنظمات الأوروبية. نعم. شهادة زياد لواحد سيوة باعتبارها إرثا إنسانيا عالميا. ما شاء الله. تم تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح.
تم تأهيل مجمع ثمور الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد. ما شاء الله. تم إنشاء مخازن مبللة للثمور بالواحة البحرية بمحافظة جديدة بسعة 4000 طن. نعم. تم استخدام خبراء دوليين منهم إماراتيين لتقديم الدعم الفني والاستشارات ونقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة المضافة لقطاع الثمور المصرية. نعم. لقد كل هذه الإنجازات خلال 4-5 سنوات زادت من سمعة الثمور في المنطقة على المستوى الدولي، وطبعا زادت صادرات الثمور إلى العالم. نعم. وزاد سعر وقيمة هذه الثمور داخل وخارج الدولة. نعم. ما شاء الله. يعطيك العافية دكتور عبد الوهاب زايد أمين، عام جائزة خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.